بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله يا شباب. عنوان هذه الحلقة اليوم هي Avoid Confusion. الآن زي ما قلت في الحلقة الماضية بالراحة يجيني واحد من الشباب ويقول أنا متلخبط بشدة، لقد سمعت منكم تعريف كثيرة، ذكرتم Enthalpy Formation ورمزتم لهم بهذا الرمز، وذكرتم انثالبي اوف رياكشن واعطيته هذا الرمز، وذكرتم حاجه اسمها الانثالبي اوف كومباشن واعطيتموه هذا الرمز، وذكرتم لور هيتنج فاليو وهاير هيتنج فاليو، وانا الان في حيره من امري لا استطيع ان ارى ما هي العلاقه ما بين هذه المصطلحات. باذن الله تتيسر عليك عن طريق الرسم البياني اللي باوريك اياها الان. خلينا ناخذ دائره كبيره وهي تمثل الانثالبي اوف رياكشن. الانثالبي اوف رياكشن هذا مصطلح عام عند الكيميائيين، اوكي، ومعناه او تعريفه زي تعريف الانثالبي في كومباشن، هي الانرجي ريليزد او كونسيومد عندما تخرج البرودكت عند حراره وضغط يساوي حراره وضغط الرياكتنت. لكن نحن معشر المهندسين الميكانيكيين لدينا تفاعل واحد، لا تهمنا بقية تفاعلات الكيميائيين، لدينا تفاعل واحد ألا وهو إيش؟ الكومبستشن. الكومبستشن is one type of the chemical reactions، ولهذا خصصنا الكلمة بأنها enthalpy of combustion ورمزنا له ب H sub C. إذن لا مشاحة في المصطلح، اوكي، يعني هذه زي ذي، لكن هذه الانثالبي في كومبشن تقدر تكونها مجموعه جزئيه من ايش؟ من التعريف العام. ممتاز جدا، اذا الحمد لله الان صار عندك معرفه للعلاقه ما بين الانثالبي في رياكشن والانثالبي في كومبشن، كليهما سواء، انما نحن كمهندسين ميكانيكيين بس نركز على التفاعل الخاص بنا اللي هو الكومبشن. طيب ياتي بعد ذلك الهيتنج فاليو، اوكي، الهيتنج فاليو ليست الا القيمه المطلقه لما تجده كنتيجه هنا. ان كان طلعت الانثالبي في كومبستشن نيجاتيف حتصير بوزيتيف هنا، واذا هي بوزيتيف فالقيمه هي. ثم بعد ذلك بينا لك ان عندهم تو تايبس اوف هيتنج فاليو، اللور هيتنج فاليو والهاير هيتنج فاليو، والعلاقه ما بين الاثنين ان الهاير هيتنج فاليو تساوي اللور هيتنج فاليو مضافا اليها الهيت ريليزد اذا قمت بتكثيف الووتر فيبر اللي يخرج مع البرودكت من الساتوريتد فيبر الى الساتوريتد ليكويد. بس وكلتا القيمتين موجودة فين؟ في الجداول، بأوريك إياها إن شاء الله تعالى بإذن الله. طيب بقي أختنا هذه اللي هي الانثالبي فورميشن، جعلتها آخر واحدة، نقول بالله التوفيق نقدر نقول إنها أيضا مجموعة تقدر تنظر لها يعني كمجموعة جزئية من الانثالبي في كومباستشن، أوكي؟ نقول الانثالبي فورميشن هي H sub F، ودعني أذكرك بتعريفها. لقد قلنا بأن الانثالبي فورميشن هي تلك الطاقة released أو consumed عندما يتم تشكيل مركب معين من عناصره الأولية. وإذا تذكر في الفيديو اللي تكلمت فيه عن الانثالبي فورميشن كنت أركز على هذه المسألة من عناصره الأولية، وأن هذه العناصر ينبغي تكون ستيبل، واستفرغنا الحمد لله الجهد في شرحها. ليش؟ عشان أعرف أنه في نهاية الشابتر لما تكثر عندك المصطلحات قد لا تستطيع التمييز ما بين التعاريف. فأجيب لك الآن مثالين يبينوا لك الفرق ما بين الانثالبي فورميشن والانثالبي في كومبسل، لأن التعاريف الكلامية ما تحس أنها بينهم فرق. تعال معي أوريك هذا التفاعل. التفاعل هذا هو تفاعل ينتج لنا الميثين CH4 من عناصره الأولية، وكلا اللي هو الكربون والهيدروجين. وكما ترى في الكربون هنا ستيبل لأنه ذرة واحدة، والH2 أيضا ستيبل لأنه موليكولر هيدروجين، اوكي، وليس H لوحده اللي يسمونه الاتوميك هيدروجين. واذا اتحد الاثنين مع بعضهم البعض انتج لنا هذا التفاعل طاقة معينة سنقراها الان بعد شوية، هي تسمى طاقة التشكل. طاقة التشكل
ممتاز ممتاز. طيب أخذنا CH4 الآن، لنفرض أنت الآن أخذت CH4 قمت حركته إيش مع الهواء أو مع أكسجين، لما تحرقه معه ومع أكسجين حيطلع لك CO2H2O ونيتروجين، إذا في نيتروجين هنا دخل الطاقة اللي تخرج هنا لما البرودكت تكون درجة حرارتها نفس درجة حرارة الرياكتنت والاحتراق كومبليت تسمى الانثالبي اوف كومباشن، بينما هذا الانثالبي ايش اوف فورميشن. طيب عشان أبين لك الاختلاف ما بين الثنتين، ويمكن حتى ما تجد كثير يعني يذكرون هذا الفرق، دعني أروح أنا وإياك إلى الميثين. أهو هذا هو الميثين، هذا هو CH4، وانظر يا رعاك الله أن الثلبي فورميشن تساوي ناقص أو سالب 74850 كيلو جول بير كيلو مول، اوكي، بينما الهاير هيتنج فاليو واللور هيتنج فاليو تساوي 55510 او 50020. لكن بما ان اليونتس هنا مختلفه، لاحظ هنا كيلو جول وهنا كيلو جول بير كيلوغرام، بينما هنا ايش ماذا ترى يا بني؟ ارى ان هنا كيلو جول بير كيلو مول. طيب لازم احول القيمه هذه الى كيلو جول بير كيلوغرام عشان أقارنها بتلك، أشوف هل هما متساويتان أم لا. إيش أسوي؟ أقسم على الموليكولر ويت، توني قبل شوية قسمت وطلعت يا حبيبي سالب 4678 سالب 4678، ها إيش كيلو جول بير كيلوغرام. أها هيطالع معايا الآن، شوف لاحظ هذا الانثالبي فورميشن، أوكي HF وعليها دويرة الخاصة بمين؟ بأخونا الميثين، بينما الانثالبي في كومباشن ممثلة سواء في الهير هيتنج فاليو أو في اللور هيتنج فاليو بعيدة كل البعد. لاحظ إيش؟ إن هذه 55510 أوكي، واللور هيتنج فاليو أقل شوية ب 50020 كيلو جول بير كيلو جرام، بينما هذه كم؟ ها 4678. إذا إن شاء الله الآن الصورة واضحة عندك، وأصبحت العلاقات ما بين الانثالبي في رياكشن والانثالبي في كومباشن والانثالبي أوف فورميشن واضح إن شاء الله كل الوضوح، وأيضا هذه وتلك معروفات. طيب لي تعليق بسيطة بك تستفيد منه، وهذا استفدناه لما كنا نشتغل في بعض شركات البترول فترة من الزمن، إنه لنفرض انك حسبت الهاير هيتنج فاليو، هذه هي هذه الهاير هيتنج فاليو قدامك لوقود معين، وهذا الجدار يا شباب هذا الجدار ما هو الا الجدار حق ايش؟ حق البويلر. افرض انك قرات الهيتنج فاليو هذه وقال لك مثلا 50000 كيلو جول كيلو جرام اوف فيول، وضربتها في الماس فلوريد حقه الوقود وطلعت ما شاء الله كمية الهيت ريليزد من الوقود. هل يا ترى هذه الهيت هي الهيت التي استلمها الستيم أم لا؟ هيركز معايا الجواب طبعا لا. لماذا؟ لأنه هي تمشي بهذا الاتجاه لسه ما استلمها الستيم. أول شيء شوف فين يروح السهم ذا، راح مع الـ H2O كمستجر، وبعدين جزء منها خلني أخذ لي لون يمكن أفضل، نأخذ لنا أصفر، بعدين جزء يا شباب راح على شكل إيش؟ غازات العادة مع المدخنة ضاع علينا، وبعدين جزء منها راح مع الكوندكشن اللي هو التوصيل الحراري عبر الجدران، وجزء منها راح مع ما يسمى بالفتحات، الفتحات اللي في البويلر، وجزء منها راح في تسخين كمية الحديد والمعدات الخاصة بالبويلر نفسه، وهذا هو الذي تبقى وذهب إلى اللهم صل وسلم وسلم وذهب إلى الستيم. يعني هذه هي اللي أخذها الستيم. طيب ليش أنت مركز على هذه؟ إيوة لما تجيني يا ابني، لما تجيني يا عزيز المهندس وتجي تحسب الإفشنسي
وتكون كسلان شوية، ولا عندك داتا ما هي معروفة، ما تعرف الانثال بي هنا ولا تعرف الانثال بي هنا، وتقول خلاص الافشن تساوي الورك على الهيت، والهيت بدل ما أقول إنها الماس فلو ريت مضروبة في H1 ناقص H4، هذه H4 طبعا وهذه H1 يا ولد، تقول أنا أعتبرها الهاير هيتينج فاليو مضروبة في إيش، في الماس فلو ريت حقت إيش، حقت الفيول. غلط غلط. ليه؟ أنت كذا دمرت أبو الإفشنسي، قتلتها نزلتها، لأنك أنت الآن حتقسم على مين؟ حتقسم على المقدار هذا يا شباب، تقسم على المقدار هذا، بينما أنت المقدار اللي استلمه البويلر حقك هو هذا. فرجائي رجائي أنك تكونوا منتبهين للنقطة هذه، هذه ما حتجيكم في الامتحان، it will not come to you. لكن إذا بديت تشتغل في الشركات وفي البويلرز ودقال في مجال حساب الافشنسي الخاصة بالبويلرز، فهم هذه النقطة هام جدا جدا. أتمنى إن شاء الله أني وفقت في شرحها، وأشكركم على خير، ولا تنسونا من دعوة صالحة بظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.